السلام عليكم، مرحبا بكم في الفقرة الثانية من برنامجكم قافلة من دردرة. باش نفسر لكم دابا ملي تكونوا في الحي تنحطوا بيان سور الماتريال حدا الحي، وتنبغيو ندخلوا لأقرب دار حيت تنخدموا بماتريال خصو يكون قريب لفين حطينا داك الشيء، دونك تنقلبوا على أقرب دار. اليوم طحنا في الدار ولكن مالوغوزمون ما كاينش الريزو التليفون، داك الشيء علاش خرجنا باش تفهموا، باش حنا نبقاو الشفافية ديما في إطار الشفافية والمصداقية. حنا في واحد الحي شو تبارك الله بغيت نوريكم شو الشباب ديال الحي، وريهم أخويا سفيان كيفاش يصبغوا الأرض وكيزينوا الحي ديالهم. تحية لهم كبيرة كبيرة. حنا في حي مسنانة ياك العوامي، حي مسنانة، شكرا على التتبع ديالكم. شوفوا الدار الثانية إلا بغى الله. السلام عليكم خويا العزيز، كي داير بخير لاباس؟ نشوفوا التلفازة كاينة. زيد سيدي مرحبا. مرحبا زيد، هذا راه شافنا قبيله واقفين وحل الباب، قلت لي سد الباب باش ندخلوا عندك، حيت من تنوقفوا واحد الحي سينا غمال كلشي كيخرج كيشوف شنو واقع. هذيك سدي الباب ديال العام اللي فات راه هي هكا وقعت، بلا ما تضرب لي على السبر ديال لا سوفيا، لا 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 الله يرحم باك. فهمتوني؟ غنفسر واحد، غنفسر هذه القضيه باش نحيدوها في مره. من تنوقفوا في شي حي كيخرجوا الناس ديال هذاك الحي كامل كيشوفوا شنو واقع، من تيقرب المباشر كيخرجوا تنقول لهم سدوا الباب، حيت اللي ما سدوش الباب ما يقدروش يدخلوا عنده. صافي ساهله. نشوف واش تقطع عليا التليفون، واقيلا ما بقاش كنسمع الدراري كاع. السلام عليكم، وريهم التلفازه ستسمعني. سي بون سمحوا لي. صافا خويا، فين الوالد؟ الوالده حيت الوالده الحاجه اجي. زيد اخويا زيد نشوفو، خليك هنا تجيرو، متحركش فين غادي. ايوا وليده اجي. زيد 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 ما تخافيش زيدي. السلام عليكم، زيد دخلوا. مرحبا مرحبا، كي داير الحاجه؟ كلشي بخير. دخلي 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 دخلي. زيد زيد الحاج، زيد 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 زيد، راه حنا جايين نفرحوكم انتم مخبعين لي. زيد الله يحفظك. صافا سماك الله. سيفتي سيفتي سيفتي، تتفرج في البرنامج ديالنا؟ شحال من عمرك نعطيو في النهار؟ جوج قول يا زيدي. دخلي 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 دابا، راني مرمدان انا اليوم. اجي دخلي جوج ياك. استغفر حاجه، هذه عمره مهدات لكم طرف قناه ميديا. لا لحقنا بها، لا لحقنا بها حق مسلمين، ما نعرفش نجاوب. لا صافي راك ربحتي العمره. ياك صافي، قالت لك شحال من عمره؟ قالت لك جوج عمرات. الله يرحم لك والدين تيا. عمرك شي في العمره؟ عمري الحاج. ايوا هذه الحاج، الله يكمل بالحاج. الله يرحم والديك. الحاج غير تميك عليه؟ لا بغى هو يمشي يمشي. زيد الفريق زيد هنا. سمك الله سمك الله. محمد وي واعتيش غنديروا، نديروا واحد البادره واعره وما قالوا لي دابا لا غير شي ديال الرباط، بان اليوم تعطيو جوج عمرات. اليوم حنا من كادو من قناه ميديا ان تي في غنصيفطوكم بجوج. صافي صافي صافي، الله يرحم والديك. مزيانة ان شاء الله، شفتي الحال ان شاء الله. عجب بوحدك ثلاثه د العمرات اليوم غادي. اليوم نعطيو شكرا، شكرا لا غير شي ديال الرباط، شكرا الناس اللي يمكن فيهم الرباط. برافو باديره واعره. وانت الحال صاحبك غتمشي بوحدك ان شاء الله؟ كنت غتمشي بوحدها ياك؟ دابا غتمشي انت وياها ان شاء الله. ان شاء الله شي دعيوه الحال ان شاء الله. الله يوفق عليك، الله يكمل الخير. اللهم امين. سلام في قلبكم يا ربي. زيد الحاج غير معنا غير معنا الوقت. الله يعطيكم اولادي من حقكم قلبكم، ونعطيكم الدنيا والاخره من الجنه والاخره. الحمد لله، نسالكم الخير. اول مره هذه باديره ديال ليكيب ديال رباط، شكرا بزاف لكم. باديره ديالنا كيفاش دو فيها؟ قال لا تحمل انت ماشي مشكل، انا تحمل مسؤوليتها. عمره غادي يمشي للاسيد مع السيده شويه كبيره، غادي يمشي مع الراجل ديالها وتهلا في الحاجه ليه. الله يربي ان شاء الله ان شاء الله، ان شاء الله الميلود ان شاء الله. صافي ما الله يفك هو ان شاء الله، ما الله يفك تهري. ما عطنا ما عطنا هيدا حاطنا بالجن بحال الجن هيدا ليدا ما عطنا السكن. لحظه، وكما لاحظتوا في رمضان كامل كانوا عيالات كبار وهذا، وما قدرناش نعطيهم ثلاثة حيت يكون ما كيكونش عندنا الوقت بزاف. وهاد الباديره راه فريمون زعما ما كرهناش وحق الله العظيم، وحتى الناس اللي في القناه اللي زعما صاهرين على هذا البرنامج ما كرهناش، صيفطوا كلشي صراحه نضروا المغرب كامل. دونك شكرا لكم تتبع ديالكم. حاجه شي تغريته الاخرى. السلام عليكم، الله يخليكم لينا. شكرا على التتبع ديالكم. نتلاقاو غدا ان شاء الله، الله يخطيكم علينا، الله ينوركم. نتلاقاو غدا في مدينه طنجة ان شاء الله، لا يخطيكم علينا. شكرا بزاف بزاف بزاف، ما تنساوش راكم عزاز ومن الاخر الله يخليكم لينا. السلام عليكم.